السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عز كل ذليل وغنى كل فقير، من تكلم سمع نطقه، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. الأمور لك محدثاتها، الحلال ما حللت، والحرام ما حرمت، والأمر ما أمرت، والشرع ما شرعت، والنهي ما نهيت، فأنت أنت الله لا إله إلا أنت. أيها المتابعون الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة، الحلقة الأولى من قصص الأنبياء. الحلقة الأولى من قصص الأنبياء، هنتكلم عن أسيادنا الأنبياء علشان نتعلم منهم ومن شريعتهم، ونعلم أولادنا ونأخذ منهم العبر في هذه الأيام المباركة. معلومة مهمة جدا قبل البداية، نحن لا نتكلم في الدين، يعني مش هنتكلم في الدين، لا في الفقه، لا في التشريع، لا في الشريعة، لا في خالص. نحن هنتكلم في التاريخ مش في الدين. يعني لست عالم دين، ولست فقيها، ولست شيخا، وإنما أتكلم في التاريخ، تاريخ الأنبياء، القصص المشوقة والرائعة جدا، قصص أسيادنا الأنبياء، عشان إحنا نتعلم منهم ونعلم أولادنا. إذن لن نتكلم في الدين، إحنا نتكلم في التاريخ. يعني لست رجل دين، ولست عالما بالدين، ولست فقيها، وإنما أتكلم في التاريخ، تاريخ وقصص الأنبياء، قصص الأنبياء، القصص الرائعة المشوقة التي سوف نتعلم منها إن شاء الله رب العالمين. فقلت إن في الحلقة الأولى نبدأ من البداية خالص، اللي هي من سيدنا آدم. كيف خلق الله آدم؟ لأن الموضوع ده فيه إسرائيليات كتير، وفيه أحاديث ضعيفة، وفيه إسنادات ضعيفة، فإحنا قلنا نحاول ننقح ونجيب هذه القصة الشيقة المشوقة الرائعة جدا والجميلة جدا والغريبة والفريدة جدا، اللي هي قصة كيف خلق الله سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. فإحنا من البداية خالص، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة يا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن الموضوع إن ربنا قال للملائكة أنا هعمل خليفة في الأرض. قال هعمل خليفة فين؟ في الأرض. إذن كان في أرض، والأرض كانت موجودة. طب طالما الأرض كانت موجودة، هل هناك حد أو مخلوقات كانت بتسكن الأرض قبل سيدنا آدم؟ نعم، قالوا أسيادنا العلماء إن كان في جماعة اسمهم البن، كانوا يسكنون الأرض وفسدوا فيها، فأرسل الله لهم الجن فقضوا عليهم، ثم أفسدوا الجن في الأرض، فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم الملائكة فقضوا عليهم وطردوهم إلى البحار، وأخذوا إبليس اللي هو كان اسمه عزازيل، إبليس أخذوه أسيرا إلى السماء، فأحسن العبادة والتقرب إلى الله، وظل على ذلك حتى سمي بطاووس الملائكة. أي أن عزازيل إبليس لم يكن من الملائكة، هو مش من الملائكة، هو أحسن العبادة، فربنا ففضل يترقى 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 لحد ما بيجي إيه؟ إذن هو من الجن، إبليس كان اسمه عزازيل، تمام. فربنا سبحانه وتعالى عايز يخلق خليفة الأرض، خليفة في الأرض يعني الناس تخلف بعضيها في الأرض، فقال لك إيه؟ عايز يعمل الخليفة له في الأرض، فأرسل سيدنا جبريل، قال لي جبريل روح هات لي قبضة من الأرض، هات لي شوية تراب من الأرض. فنزل سيدنا جبريل للأرض، فالأرض قالت له إيه؟ أستحلفك بالله ألا تنقص مني شيئا. فرجع سيدنا جبريل، فأرسل سيدنا ميكائيل، فنزل ميكائيل، فالأرض قالت له أستحلفك بالله ألا تنقص مني شيئا. فرجع، فأرسل مين؟ أرسل عزرائيل، فنزل عزرائيل، فالأرض قالت له أستحلفك بالله ألا تنقص مني شيئا. فقال لها معاذ الله ألا أن أخالف أمرا لله، ما نقدرش نخالف أمر ربنا، فقبض من الأرض، لذلك سمي قبض الأرواح، ملك الموت. فأخذ قبضة من الأرض من جميع أطراف الأرض، من أبيضها ومن أسودها ومن أحمرها، لذلك تلاقي الناس في اللي ربنا خلقهم فيهم الأبيض وفيهم الأحمر وفيهم الأسود وفيهم الأسمر وفيهم وفيهم، ليه؟ لأن عزرائيل أخذ قبضة من جميع أطراف الأرض وخلطها وصعد بها إلى السماء، فوضع عليها الماء، اتحطت مية على هذا التراب، هذا الطين، التراب اللي أخده، فتحول التراب إلى طين،
ثم تحول إلى طين لازب، لازب يعني يلزق كده، وتحول من بعد إلى فخار. طبعا الناس اللي بيشتغلوا في الفخار أو إحنا معظمنا عارفين يعني لما تسيب الطين فترة يتفخر ويتحول إلى فخار. فسواه الله سبحانه وتعالى بيده، سيدنا آدم ربنا خلقه بيده أجوفا من الداخل، صنعوا من هذا الفخار أجوفا من الداخل، وظل على ذلك لمدة 40 سنة. وكان طول سيدنا آدم عندما خلقه الله سبحانه وتعالى كما يقول أسيادنا العلماء وكما يقول سيدنا النبي برضه صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراعا. طول سيدنا آدم لما ربنا خلقه كان 60 ذراع، الذراع الواحد فيه 46 سنتيم، يعني اضرب 46 سنتيم في 200 في 60 ذراع واقسمها على 100 سنتيم، شوف تدي لك قد ايه. وكان عرضه 7 ذراع، وقال لك وما زال الخلق يتناقصون حتى يومنا هذا، يعني كان هو سيدنا ادم كان طويل جدا، تخيل 27 ذراع بتاع ده 60 ذراع، وظل 40 عاما على هيئته. إذا ربنا خلقه بإيده وفضل 40 سنة على هذا إيه؟ على هذا الأمر. فكانت الملائكة تشوف سيدنا آدم إيه؟ تفزع، يعني تشوفه آدم كده وهو نايم ولسه طبعا ما تنفختش فيه الروح، فضل لحد يعني يستوي في الأمر. فكان إبليس يقول لهم ما تخافوش، يعني ده ما يعني ده ما، فكان يدخل من فمه يخرج من دبره، علشان لذلك نقول أن إبليس يجري مجرى الدم في عروق ابن آدم، فضل يدخل ويطلع لحد ما وصل لعند القلب، فما قدرش يدخل القلب، فقال لربنا ايه ده؟ قال له انه بيت الرب، القلب ده. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فالا وهي ايه؟ الا وهي القلب. ففعلا بعد 40 سنة ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح، نفخ في سيدنا ادم من روحه، فالروح وصلت لعينيه فابصر الجنه، شاف الجنه. فالروح وصلت لمناخيره فعطس. فالملائكة قالت له قول الحمد لله، فقال الحمد لله، فقالت له يرحمكم الله وهذه سنتكم، سنة بنيك، سنة نسلك يعني. فلما وصلت الروح إلى المعدة إلى بطنه، فإيه تشهى تشهى ثمار الجنة وعايز يقوم عشان يأكل، لذلك عايز يقوم لسه الروح ما كملتش ما وصلتش الرجلية. لذلك ربنا ويقول لك ولقد خلقنا الإنسان من عجل، لحد ما اكتمل سيدنا آدم ونزلت الروح وراح إيه اكتملت الروح فيه وقام ودخل ايه؟ دخل الجنة. الجنة بقى أسيادنا العلماء اختلفوا في موضوع الجنة دي، هل الجنة دياتي هي الجنة اللي في الآخرة، جنة الآخرة، واللي هي الجنة اللي ربنا عمل له جنة في ربوة عالية. في علماء قال لك هي الجنة الآخرة اللي احنا ايه ان شاء الله ربنا يوعدنا بها، وعلماء تاني قال لك لا دي جنة في الدنيا ربنا عملها في الدنيا في ربوة عالية علشان. فاختلفوا أسيادنا العلماء في الموضوع. فأنا في رأيي حسم مولانا الشيخ الشعراوي الموضوع بقوله إيه؟ إنها جنة قد صنعها الله لآدم، يعني ربنا عملها لآدم. ليه؟ لأن الشعراوي قال لك لأن جنة الآخرة ليس فيها تكليف، الجنة بتاع الآخرة ما فيهاش تكليف، يعني لما تدخل الجنة في الآخرة ما يقول لكش كل من دي وما تاكلش من دي، لا، إنما الجنة بتاعت اللي عملها لآدم قال له إيه؟ كل من أنت أي كل اللي أنت عايزه بس ما تقربش من هذه الشجرة. فدخل آدم الجنة وأحس بالوحدة في الجنة، فإيه؟ فرب يقال أنه ظل في الجنة 43 سنة، فيقال إن إيه؟ فنام آدم فربنا خلق له حواء من ضلعه، فلما صحي لقي حواء جنبه من هذه؟ فقال انها ايه؟ زوجتك، امرأتك، وايه؟ تمام. فراح بقى هو ده. فنرجع بقى للحتة الاولانية الجميلة جدا، ان ربنا لما خلق ادم لما خلقه قال للملائكة زيودوا لادم، ما احنا قلنا الاية دي في الاول، واذ قال ربك الملائكة هي ملائكة اني جعل في الارض خليفة. فلما خلق ادم قال للملائكة ايه؟ اسجدوا لادم، فسجدوا. هو كان قال لهم ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون، اني اعلم ايه؟ ما لا تعلمون. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايه بقى الاسماء اللي ربنا علمها لسيدنا ادم؟ يقول اسيادنا العلماء ان ربنا اداله اسماء كل شيء، الاسماء واللغات وأسماء حتى أسماء ذريته، ربنا جاء بذريته أمامه إلى يوم الدين وعرفوا أساميهم. فكانوا مثلا دي سبحة، مسبحة، دي اسمها مسبحة، كان ممكن يكون ما اسمهاش مسبحة، كان ممكن يكون اسمها قلم مثلا،
فالملائكة ما عندهمش علم استقاني، يعني ربنا يقول لهم دي كده دي كده خلاص على كده، ما عندهمش ان هو يستنتج حاجة من وراء حاجة. وبالتالي الملائكة مثلا بيشوفوا الجبل عارفين ان ده المجسم ده، لان في الاسم وفي المسمى، دي اللي انا ماسكها دي اسمها المسمى، ده المسمى، والاسم سبحة، يعني هذا المجسم قبل ما نطلق عليه الاسم اسمه المسمى، ولما اطلقنا عليه الاسم بيجي الاسم ايه سبحة. فالملائكة شايفين الجبل عارفين ان ده جبل، عارفين ان ده المجسم، لكن ما يعرفوش اسمه جبل، عارفين ان دي شكلها كده اللي هم بيسبحوا بيها، لكن ايه هي اسمها ايه ما يعرفوش الاسم. فربنا راح معلم آدم الأسماء دي. إذن في فرق بين الاسم والمسمى. الكتاب ده الشكل بتاع هذا الكتاب، شكله شكل الكتاب ده، ده المسمى اللي هو الطول والعرض ولا الكلام ده، إنما الكتاب ده الاسم. الملائكة ما كانوش يعرفوا الاسم، الملائكة كانوا يعرفوا المسمى فقط، إن ده شكل جبل ده شكل بحر. فربنا علم آدم الأسماء دي، علموا أسماء كل شيء، وعلموا أسماء اللغات، وعلموا أسماء الحيوانات، وعلموا أسماء كل شيء. فساجدوا الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر. إبليس قال لك يا عوة كيف أنا خلقتني أنا من نار وخلقته هو من طين وأنا أفضل منه، كيف نسجد له؟ فإبليس مرضيش يسجد، فلما مرضيش يسجد ربنا طرده إيه؟ طرده من الجنة ودخل، وبيجي آدم في الجنة هو. فإبليس طبعا مش عاجبه الموضوع، قال لك لا ما هو يدخل الجنة ويتنعم بيها وبتاع وأنا إيه أضيع. فقعد يوسوس بقى، قال له ما عارفين الشجرة ديات اللي ربنا قال لكم ما تاكلوش منها دي، هذه شجرة الخلد، هو ربنا خالد ليه؟ لأن هو بيأكل من الشجرة دي، هي طعم، فأنتوا هذه الشجرة لو كلتوا منها هتكونوا. فقعد يلف شمال ويمين ويعمل حية ويدخل وإيه، لحد ما ستنا حواء أكلت وأكلت آدم. فلما هم كانوا في الجنة كان ربنا كسيهم، كانوا مكسيين، لما أكلوا اتكشفت عورتهم فبدت لهما سوآتهما، بان كل شيء. فبص آدم كده لعورته وعورة مراته، فطلع يجري، آدم طلع يجري في الجنة يستخبى هنا ويستخبى هنا فربنا بيناديه بقى بيقول له إيه أفرارا مني يا آدم، ربنا بيناديه من فوق يقول له أفرار بتفر مني يا آدم، قال له لا يا ربي إنما هو حياء منك، أنا مكسوف منك على اللي أنا عملته، لأن أنت قلت لي إيه أدخل الجنة وكل منها حيث شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الخاطئين، وأنا عصيت أمرك فأنا يعني مكسوف. فقال له اهبط اهبطوا منها. فنزل بقى إيه آدم، نزل هو وحواء، نزل من الجنة. طبعا في علماء يقول لك ده نزل في الهند، وفي علماء يقول لك ده نزل في مكة، وفي علماء تقول لك السيدة هاجر السيدة حواء نزلت في مكة. في النهاية اتجابلوا على جبل عرفات، وكان خلق آدم يوم جمعة، خلق يوم الجمعة ونفخ فيه الروح يوم الجمعة، ودخل الجنة وخرج من الجنة يوم الجمعة، والتقى حواء يوم الجمعة. لذلك يقول لك إيه إن أفضل الأيام عند الله هو يوم الجمعة. عظيم جدا. التقى آدم وحواء ونزل بقى للأرض، ونزل للشجا، ونزل للإيه الدنيا. يبقى ما نزلش بقى من الجنة بتاعت الآخرة، لا نزل من الجنة اللي ربنا عملها له. وكلمة اهبطوا منها دي اهبطوا دليل على المكانة وليست المكان، يعني انت كنت في مكانة واحد زي ما تقول واحد ده انت كنت عالي في نظري، كنت كبير في نظري ووجعت من نظري، فهي مثلا زي كده. فنزل هو وحواء في الأرض، وإيه وهو قعد 43 سنة في الجنة، فطبعا ما أنجبش في الجنة، هم أنجبوا في الأرض، يعني وقع زوجته في الأرض فأنجب منها قابيل وأنجب منها هابيل. ناخد قابيل وهابيل بسرعة، فأنجب منها قابيل وأنجب منها هابيل، وطبعا إيه أنجب كل كان بتنجب اتنين، يعني ولد وبنت في بطن، وتنجب ولد وبنت في بطن تاني. فربنا قال لك ايه الده يتجوز دي وده يتجوز دي، يعني ما ينفعش الاثنين اللي اتولدوا في بطن واحده يتجوزوا بعض، وما ينفعش الاثنين اللي اتولدوا في بطن واحده فيخلفوها، يعني يتجوزوا العكس. في بعض الاسرائيليات اللي دخلت قال لك اصل ده كان عايز يتجوز اخته، ده قابيل ما كانتش عاجباه اللي كان عايز يتجوز اخته اللي اتولدت معاه وما يعطيش هابيل الثانيه. فالمهم يعني بعض الأحاديث ضعيفة في هذا الموضوع يعني.
فكان ربنا علم قابيل. قابيل كان عنده ايه؟ كان عنده الزرع، علمه يزرع ويزرع العنب ويزرع مش عارف ايه وايه. وهابيل كان عنده ايه؟ الاغنام وعنده الفخر. فهما الاثنين كل واحد قدم قربان لله سبحانه وتعالى. فهابيل قدم كبش عظيم جدا، راح منجي احسن حاجه عنده راح مقدمها لربنا. قابيل راح منجي شويه حاجات كده يعني بساط، عارف لما تدي حد مثلا انت ايه تيجي تدي له حاجه وتستخسر، فهو راح مقدم حاجه كده من الزرع بتاعه بسيطه. فنزلت النار اكلت ايه؟ اكلت القربان بتاع هابيل، فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل. فايه؟ فقال لك انا هقتلك. فقال له لو لئن مددت اليك يدي لتقتل، ان بسطت اليك يدي ما انا بباسط الي يدك لاقتلك. فهو نايم راح جاب الصخره وراح ضربه بيها على دماغه، راح مات هابيل. وقابيل طبعا فر ونزل الدم بتاع هابيل في الارض، والارض صرخت. وكان سيدنا ادم كان حزن عظيم، وكانت حواء كان حزن عظيم، وهابيل قابيل هرب حتى هلك وهابيل مات. فحزن سيدنا ادم حزن كتير جدا، وحواء حزنت. فربنا رزقه بمين؟ ربنا رزق سيدنا ادم بشس، رزقه بشس اللي هو هبه الله، اسمها هبة السماء أو هبة الله. شس ده كان نبي برضو، يعني سيدنا آدم كان نبي وشس ابنه كان نبي. إذن كل البشرية جاءت من اللي يقول لك إحنا جينا من قابيل وهابيل وإحنا أخوات وبتاع، لا ما فيش حد جي من قابيل وهابيل. ليه؟ لأن البشرية جت من مين؟ جت من شس اللي هو ربنا اللي أنجبوا سيدنا آدم بعد قابيل وهابيل. وعلموا بقى سيدنا آدم، علم شس دواتي ابنه. والمهم ان سيدنا آدم ايه؟ عاش 1000 سنة، شاف الجيل السادس ليه سيدنا آدم. يعني سيدنا آدم شاف لحد إدريس. ليه؟ لأن سيدنا آدم خلف شس، تمام؟ وشس خلف أنوش، وأنوش خلف قينان، وقينان خلف مهلائيل، ومهلائيل خلف يرد، ويرد خلف مين؟ خلف أخنوخ. فيقول لك أخنوخ اللي هو إدريس شاف، عاش 300 سنة في حياة آدم، فآدم شاف ذريته. فالمهم جه بعد 1000 سنة جاءت الملائكة بالحنطة وبالغسول، لأن خلاص أمر الله بقبض روح سيدنا آدم. فجاب ابنه شس وأوصاه، نزلت على آدم صحف مقدسة، ونزلت على شس 50 صحيفة، أوصى ابنه بالعدل وأوصى ذريته. شاف يعني شاف سيدنا آدم ذرية كتيرة من ذريته، مش سيدنا آدم مات وما سابش حد، لا ده شاف الجيل السادس أو السابع لأولاده اللي هم خلفهم، لحد ما قبض الله سبحانه وتعالى روح سيدنا آدم وأوصى أولاده وأوصى شس وأوصاهم بالعدل، وأوصاهم بإيه؟ يعني إن هم يقيموا العدل ويستخلفوا بعض في الأرض بالعدل والصلاح. ثم جاء شس بعد سيدنا آدم، وشس طبعا يعني كان برضو نبيا وأقام العدل وحكم في الأرض بالخير وبالصلاح وبالذرية الصالحة. وما جاش أنبياء تاني بعد كده، يعني شس ما جاش، يعني كان آدم نبي وشس، وقلنا شس جاب أنوش، وأنوش جاب قينان، وقينان جاب مهلائيل، ومهلائيل جاب يرد، ويرد جاب إدريس. يعني الجيل السابع هيكون مين؟ هيكون نبي اللي هو سيدنا إدريس. هذه قصة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. اكتبوا لنا يا اخوانا في الحلقات النبي الذي تريدون ان نتحدث عليه، اكتبوا لنا اسم النبي عليه الصلاة والسلام، اي اسم نبي انتوا عايزين نتكلم عليه وعايزين ندرسه في الموضوع وعايزين نتكلم عن تاريخه وعايزين نتكلم على حكايته، اكتبوه لنا في التعليقات. واسف على الاطاله، انا كان المفروض الحلقه تكون اصغر من كده، بس احنا حبينا ناخد قابيل وهابيل وشس مع سيدنا ادم. نفحات يعني، خلينا في هذا الجو الروحي، خلينا معلقين مع الله سبحانه وتعالى، خلينا يعني عمل للدنيا وعمل للآخرة. يا رب يعني يتقبل مننا، يا رب العالمين يتقبل مننا، يا رب يا رب، ويا رب هذه الحلقة تعجبكم ونتعلم منها كلنا ونستفيد منها. برتاج الحلقة في هذه الأيام الجميلة لكل الناس، عشان كلنا نعيش في هذا الجو الروحي الجميل جدا، الجو اللي فيه نفحات. برتاجوا لبعضيكم ونستذكر يعني أسيادنا الأنبياء، وفي كل حلقة إن شاء الله هناخد نبي، فانتوا اكتبونا النبي اللي احنا عايزين نتكلم عليه في الحلقة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً.